يخلص الكرة عن مناطق الخطر. ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. لمسة إلى الهجوم. تمريرة إلى الأمام بعيدة جدا، لم تصل هذه الكرة. كرة طولية إلى الأمام، ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا. تلعب الكرة إلى الأمام، علي عدنان، علي عدنان يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. علي عدنان، تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. قد يلعب كرة عرضية الآن. خلص الكرة ونجح في إبعادها. إيقاع جميل، لعب على الجهة اليسرى وهذه أخطر كرة في المباراة. يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. تغيير اللاعب على الأجناب. كرة طويلة للأمام، ضغط قوي وينجح في استعادتها. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. تغيير جميل للاعب. عدت الكرة. يحاول تمريرها من بين المدافعين وعرضية. تصرف بشكل جيد، نجح في إبعاد الكرة تحت الضغط. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة.
تكون هذه فرصته. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. يلعب كرة على اليسار، يلعب كرة على اليسار، تمريرة جميلة، هنا كرة عرضية. يبحث عن المهاجم، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ أداء دفاع قوي. ها هي التزيدة، الكرة خطيرة. الله على هذا التألق لحارس رائع، إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. صعبة جدا، لا يفعلها إلا الكبار. النتيجة 2-0، واضح جدا للجميع بصراحة مجريات هذه المباراة، تقريبا يمكن القول انها في اتجاه واحد. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. علي عدنان، يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب، يحاول أن يلعب كرة بينية. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية، كرة عرضية. يلعب كرة على اليسار. الله، من أين لك هذا؟ من أين؟ ها هي التزيدة، الكرة الخطيرة. لمسة بينية، يبعد الكرة عن المرمى. علي عدنان يلعبها لمنطقة الخطر، يحاول تمريرها من بين المدافعين، يرسلها داخل الـ18. يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. لديه فرصة عرضية من الجانب، تمريرة بعيدة بدون خطورة، بإمكانه إبعاد الكرة. يلعب العرضية، يحاول أن يلعب كرة بينية، يلعبها إلى منطقة الجزاء، كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق.
علي عدنان. يلعب كرة على اليسار. تمريرة جميلة. رأسية مذهلة. لم يتعامل معها بشكل جيد. تلعب الكرة إلى الأمام. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. ينطلق إلى الأمام بسرعة. كرة كانت في منتهى الخطورة، لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. فريق تقريبا بدون تركيز في مباراة اليوم. كثير من التمريرات الخاطئة. مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. لعبة جميلة تسديدة أجمل. أفقد الخصم التركيز التوازن. مرت الكرة بشكل جميل. إمكانية تسديد. كرة تمر بسلام على المدافعين. كرة طولية إلى الأمام. كرة على الجانب. تحكم مذهل بالكرة. لديه فرصة ليلعب كرة عرضية. كرة إلى الأمام. يفضل إعادة الكرة إلى الخلف. كرة طويلة للأمام. انطلاقة غير عادية. هذه كرة خطيرة. يلعب كرة طويلة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟
يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يمر ويلعب كرة بينية، فرصة مهمة للعب الكرة العرضية، فرصة للتسديد، صنع فرصة جميلة للغاية. الله على المهارة العالية جدا، مرور غير عادي وامكانيات كبيرة. لاحظ معي كيف وكيتعامل مع الكرة وماذا فعل بالمدافعين. ركنية قصيرة، محاولة تمرير كرة، يرسلها داخل 18، يلعب رمية التماس، الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة، كرة من جهة اليمين. تلعب الكرة إلى الأمام، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. ضغط قوي وينجح في استعادتها. كرة طويلة للأمام، مع انطلاقة ممتازة على الجهة اليمنى. يستمر في المحاولة في الركض بالكرة، تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. يبحث عن المهاجم، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، علي عدنان، كرة طولية إلى الأمام، يحاول تمريرها من بين المدافعين. الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. سيستلم هذه التمريرة الطولية، الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة، كرة إلى الأمام، تغيير لاعب على الأجناب، لعبة عرضية إلى داخل 18، يلعب كرة على اليسار، كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لازالت خطيرة. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية، ويلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء.
فاتت ومرت وصلت إليه. يحاول أن يلعب كرة بينية. أوه القائم مرة أخرى، يحرم اللاعب من التسجيل، يبعدونها. تحكم مذهل بالكرة، يلعبها ببراعة. اللاعب يحاول المرور، قد تكون هذه فرصته. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. لديه الفرصة الخطيرة. كرة على اليسار، يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. قد يلعب كرة عرضية الآن، تسديدة من أول لمسة. الآن يسعى ليلعب كرة داخل منطقة الجزاء، يسدد الكرة. علي عدنان، ينطلق بنجاح. الله، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب، يلعب كرة عرضية. إبعاد ناجح للكرة. تغيير اللعب على الأجناب. يسيطر على الكرة. فاتت ومرت وصلت إليه. تدخل جميل واعتراض أجمل.
يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه. والتسديد بعيدة تماما عن المرمى. الله، اللعبة جميلة جدا، مجهود غير عادي. ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا. كرة للجناح، مرت البينية بشكل جميل، وصلت إليه، يرسلها داخل 18، ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. ضغط قوي وينجح في استعادتها. يتحرك لوحده، يهاجم، الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة.